السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة رجاء التعليمية، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة افضل حال. مكملين مع بعض اختبارات للصف الرابع عشان يتدربوا كويس جدا على الاختبارات بتاعة نصف العام. يلا نبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول listening، listen and circle the word with the short vowel. tune و up طبعا الشورت اللي هي up، night و pen اللي هي pen، box و coat box، fat و cake fat. نكمل أسئلتنا. listen and complete with one word. she sweeps the car. she washes the car. she washes the car يعني هي غسلت العربية، بتغسل العربية. we don't want باستا، هذه المأكولات. we don't want باستا يعني أنا مش عايزين باستا. I can't find my mom. space go to the cinema. let's go to the cinema. نكمل أسئلتنا. read and write true or false. هنشوف الجمل اللي هي مطابقة للصورة هنكتب yes فيها true، والجملة اللي غير مطابقة هنكتب فيها طبعا ناحية false. they are using computer. they are using computer. yes هما بيستخدموا الكمبيوتر. they aren't happy. No. They aren't happy. No. They are watching TV. دول بيشاهدوا تلفزيون. No. They are cleaning up. دول بينظفوا. No. نكمل أسئلتنا. Read and circle the audit one. Saturday, Kareem. Monday, Tuesday. طبعا الأودد اللي هي كريم، و إجز وني وفيت وفينجرز. طبعا اللي هتطلع اللي هي eggs لان دي مأكولات، وني وفيت وفينجرز اللي هي اجزاء الجسم parts of body. نكمل اسئلتنا. ليزارد وكيتن وتيرتل وباث، اللي هتطلع اودد اللي هي باث البانيو او الحمام. ليزارد وكيتن وتيرتل اللي هي بيتس، حيوانات أليفة. ترين، بوب كورن، باس، فري، اللي هتطلع طبعا اللي هي بوب كورن لان دول كلهم ترانسبورت مينز اللي هي وسائل مواصلات، اما بوب كورن اللي هو الفشار. نكمل اسئلتنا. choose the correct answer. he sweeps videos at night. ناخد لبالنا حرف الجر at مع night. he wash ولا washes ولا washing، طبعا اللي فيها s لان هي بتاخد الاس. he sweeps won't meet. I don't ولا is ولا doesn't. I don't want meat. I don't want a meat. is this wants a jacket. طبعا فيها s يبقى دي he wants a jacket. they space like lizards. هنقول they don't like lizard، اهي ضمير جمع. نكمل اسئلتنا. writing look and answer questions. is this a horse. yes it is. yes احنا اتفقنا ان this هحولها ل it في الإجابة، هتبقى yes it is. how does he go to school. كيف يذهب إلى المدرسة؟ زي ما احنا شايفين هنكتب من أول هنا، وعشان does هنحط es. he goes to school by، ما ننساش by، bike أو bicycle. نكمل. what's this. ما هذا؟ احنا اتفقنا او this is a door. هذا باب. what's he doing. هو بيعمل ايه؟ he is washing the car. بيغسل السيارة. ندخل على السؤال. look and write three sentences. طبعا لو احنا شايفين I can see. I can see a girl and a boy. and a boy. تمام. بعد كده هنقول they want parrot. they want parrot.
برت تمام. they are at pet shop يعني هم في محل حيوانات أليفة. ندخل بعد كده ولو عايزين نقول they are happy جملة سهلة برضو. they are happy جملة سهلة دي برضو مفيش مشكلة. بدل they are at pet shop they are نسينا كلمة are يا جماعة تبقى هنا they are at pet shop و pets shop. ونشوف بعد كده Punket with the following he doesn't live in Cairo. طبعا الأول حاجة اتش كابتن doesn't هنحط apostrophe t he doesn't Cairo capital letter وهنحط فلستوب يبقى هنا الاتش والابوستروفي تي واللي دي بلد والفلستوب الأخيرة وبكده كنا هنا الاختبار.